الجماعات المسلحة تحت قيادة عبد الرزاق البارة في منطقة الساحل. معكم من أمام مجلس قضاء العاصمة مصطفى تونسي عبد الله. أكد وزير الأشغال العمومية ورئيس حزب تاج عمار غول أنه سيدعم الرئيس بوتفليقة في حال قرر الترشح لعهدة رئاسية رابعة. بالنسبة لنا مسألة الرئاسيات بالنسبة لنا قلنا ليست يعني اليوم في جدول الأعمال.